صحيح الله يخليك الله يخليك الله يخليك نعاودوا تم غرس 55 شجرة من طرف رؤساء وفود الدول المشاركة في المنتدى، رمزية قوية تلك التي نرسخها اليوم من خلال إنشاء هذه الحديقة التي ستعبر على ذلك، على تلك الوحدة التي ننشدها في إفريقيا، وتعبر على ذلك النمو المستمر الذي ننشده في إفريقيا، وتعبر على ذلك الازدهار المستمر الذي ننشده في إفريقيا. أود أن أشكر الحكومة الجزائرية على حفوة الاستقبال وعلى تنظيم مبادرة غرس الأشجار رفقة الدول 55 الأعضاء المشاركة في المنتدى الإفريقي للشباب. au forum panafricain de la jeunesse, je pense que c'est quelque chose qui nous permettra les recommandations qui seront faites. تؤكد هذه المبادرة على التوصيات التي سيقدمها الشباب الإفريقي الممثل لكل الدول الأعضاء في المنتدى والذي سيتوجه مباشرة إلى مجلس الاتحاد الإفريقي. représente la direction femmes genre et jeunesse. الشباب هو الذي يمكن أن يقوم وأن يعني يرفع من همم القارات الإفريقية من خلال يعني توطيد علاقات وطيدة داخل هذا الشباب وتحلي كذلك بسياسة رشيدة داخل هذه يعني داخل هذه التنظيمات. ننصح الآن من خلال هذه التجربة التي مر بها من خلال يعني تواجدنا في هذا المحفل أن إفريقيا لا تحتاج إلى أموال ولا تحتاج إلى يعني ثروة بشرية لأنها غنية عن كل يعني القارات.